ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعايا الدكتور وائل كوميلي، خبير تنمية بشرية وتعديل سلوك. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، كل المشاهدين. أهلا وسهلا بيك. في كتير من الشباب بقى يا دكتور عنده هوس الشهرة وكسب المال، مش مهم المحتوى اللي بيقدمه ايه. يعني في ناس بتنجرف تحت يعني محتويات هابطة شايفه من زاوية مؤرقة جدا جدا، يعني ان احنا بنشتغل كتير عشان نبني عقول ونبني افكار ونبني مبادئ وقيم، وييجوا مجموعة شباب، مش هقول ان هم يعني مصنفين اخلاقيا بشكل ما، بالعكس انا عارف ناس كتير منهم اخلاقياتهم عالية، لكن زي ما حضرتك قلتي هوس الفلوس والشهرة بيخليهم ينجرفوا في حاجات تانية خالص، يعملوا فيديوهات بتأثر سلبا على المشاهدين. هم طبعا مش في دماغهم، وانا عارف ده كويس، ان اليوتيوبرز والتيك توكرز مش في دماغهم هم بيربوا ولا بيفسدوا الاخلاق ولا لا، هم في دماغهم انهم يعملوا مشاهدات اكتر فبالتالي فلوس اكتر، لكن انا بقول لكم لا، انتوا بتاثروا سلبا على بناء عقول الفرد، لان الفرد بيتكون من خلال 7 عوامل من ضمنها الميديا، والنهارده السوشيال ميديا بقى تحديدا، مش الميديا في المطلق، السوشيال ميديا بقت هي الاكثر مؤثر على عقول الاطفال والشباب، وطبعا من الجنسين سواء شباب او بنات. فالموضوع ده موضوع كبير جدا وموضوع صعب جدا، وانا بحييكي طبعا استاذه امنيه ان انت بدات تحطي ايدك على، استاذه جهاد انا اسف، تحطي ايدك على النقطه ديت لانها نقطه مهمه. وانا كان هفاجئك، ليا حد من قرايبي بيعمل محتوى، بيقدم محتوى، فانا قلت له انت فيديوهات 2 مليون واكتر، يمكن يعني 3 مليون وكمان. وانا الفيديو اللي بعمله سواء لقاء تلفزيوني او محاضره بيبقى 2000 3000 مشاهده. فقال لي كلمه، يعني كلمه مباشره واضحه جدا بس صدمتني جدا. قال لي يا دكتور قدم حاجه تافهه الناس هتيجي وراك. تخيلي. فاصبح ان هو كل ما تزداد تفاهه. طب دي ثقافه مجتمع بقى ولا نقول عليها ايه؟ لا دي مش ثقافه مجتمع في المطلق، بينما هي ثقافه فئه معينه. لان لو جينا اتكلمنا في ثقافه المجتمع هيبقى المجتمع ككل، انما الشريحه اللي بنتكلم عنها دي لا تتعدى 5% بالمناسبه. يعني لما نيجي نقول مثلا ان في واحد، ما هي المشكله ان 5% دي هي المؤثره على الشعب على الكل يعني عامه. لا لا لا، ده هو اللي بيعمل المحتوى ده ما يجيش 1 في الـ1000، 1 من 10 في الـ1000 يمكن. طب هو ايه السبب يا دكتور؟ في ايه؟ يعني ايه السبب في ان هم الناس دي بتروح للمحتويات اللي هي هابطه، اللي هي منافيه للاخلاق وتقاليد المجتمع بتاعنا؟ ايه السبب اللي يخليهم بيروحوا لكده؟ والله اسباب متعدده تلخص في حاجه واحده اسمها فراغ الشخصيه. هو شخصيته من جوه فارغه. يعني اتحداكي لو حضرتك لقيتي بنت او ولد من هواه القراءه او الاطلاع او الندوات بيتابع الكلام الفاضي ده، مفيش. خلونا نرجع تاني. اوي اوي طبعا. تمام ورجعنا لكم بعد الفاصل. عايزين نكمل بقى يا دكتور. طيب كنا بنقول قبل الفاصل نقطة مهمة جدا، إن مش هنلاقي شاب يا جهاد عنده رغبة اطلاع ورؤى إنها بيقرأ أو مثقف أو كده بيلجأ للسوشيال ميديا في المطلق. هي الفكرة في إيه؟ كل واحد فينا عنده أوقات فراغ كبيرة جدا جدا عايز يملاها. في فينا اللي بيملاها بحاجات مفيدة، في فينا اللي بيملاها بحاجات اجتماعيه. يعني لما تلاقي مجموعه هم عندهم الصحاب واليوتيوب، مش اليوتيوب انا اسف، الواتساب والفيسبوك اهم كتير جدا من اليوتيوب والتيك توك. في مجموعه لا، ما بتلاقيش نفسها في التواصل الاجتماعي، فبيلاقي نفسه في ان هو يسمع فيديو فيديو مع فيديو مع فيديو. ده ادمان. يعني ايه ادمان؟ هو مخدر للاسف. اي حاجه بنتعود عليها وما بنعرفش نبطلها او بنسلم ليها، ولما كل يوم عايزين نعملها كوجبه يوميه او ليها وقت محدد بنعمله فيها، بتصبح نوع من انواع الادمان. ليه؟ لانها بتاخدني غصب عني، بتاخد وقتي، بتسرق وقتي للمنطقه اللي انا مش عايزها بس بروح لها غصب عني. يعني مش كل المشاهدين بيبقوا في الاساس عايزين يتفرجوا على ده. يعني افاجئك بحاجه، في كتير جدا من الاطفال والشباب عليه، فهم صناع المحتوى ما لهمش ذنب في اللي بيحصل ده اللي هقوله. اللي ليه ذنب هي اداره المواقع نفسها، سواء كان يوتيوب او تيك توك او اي حاجه ثانيه. ايه الموضوع؟ ان قبل ما يخلص الفيديو بيروح رافع له الفيديو اللي بعديه، فبيشدك ان انت الفضول تتفرج عندها عليه. تتفرج عليه، وبعدين الفيديو اللي بعديه واللي بعديه، طب هشوف دي هشوف دي هشوف دي، وبالتالي بيقع مننا بشكل كبير جدا جدا. طيب هل الموضوع في المطلق سلبي؟ لا، انا دايما بقول كل شيء سالبه سلب وايجابه ايجاب. يعني ايه؟ يعني ممكن الادوات دي سواء كان التيك توك او يوتيوب تكون حاجه انا بعمل حاجه مفيده
ليا وللمجتمع ولجيلي اللي انا منتمي ليه. انا عايز بس هنا، وانا دايما بحب اقدم روشتات نصيحه لاصدقائي واخواتنا الصغيرين بتوع التيك توك واليوتيوب، هل انت شايف وحاسس ومطمن ان انت قدمت حاجه فعلا مفيده لجيلك؟ الاجابه عندك انت. لو قلت اه كمل وانا معاك وهدعمك انا والاستاذ جهاد وكل اللي في البرنامج وكل مصر. لكن لو لا، الحق نفسك واعمل حاجه من الاثنين، يا توقف اللي انت بتعمله ده يا تبدل بالبلان بي اللي هي المفروض اصلا تكون البلان ايه، ان انا اقدم حاجه مفيده للمجتمع. وكده كده انت خلاص اتعرفت، كده كده عندك اليوزرز بتوعك والفولورز بتوعك، فكده كده اي حاجه هتقدمها هتكون مفيده، هتجيب مع الناس. وحتى لو ما جابتش مع الناس كتيره جدا جدا، بسبب ان في ناس انحدرت اخلاقيا مش بس بقى كمان قيميا. ما هي الناس دي انا بتكلم عن الناس اللي هي حصل يعني عندها انحدار للاخلاق، اللي هي بتقدم لنا محتويات هابطه، هل ده غياب سببه غياب الاسره؟ الاسره بترجع بعد كده لما بيحصل البلاغات وبيحصل الانتقادات والكلام ده وخلاص بيحصل اعتذارات من الاهل وبيحصل لا معلش خلاص طب ماشي طب كنتوا فين من الاول؟ موجودين. فهل هو ده سبب غياب الاسره ولا حقيقي ايه سببه؟ غياب الاسره وغياب المجتمع، عشان اكون منصف. المجتمع غائب، دور المجتمع نفسه غائب. غائب فين؟ احنا كمجتمع غائب في مدرس يقدر يوجه ويلوم، في جار يقدر يقول ده صح وغلط، في عم، في اب، في اخ، في منظومه متكامله اعلاميا. للاسف للاسف معلش، الاعلام العام بقى مش السوشيال ميديا، الميديا نفسها هي اللي خلت نلاقي ناس قامات كبيره في مصر تطلع تشتم على الهوا ويطلعوا يتخانقوا مع بعض ويرموا مع بعض الكوبايات، ونلاقي ان نجوم الساحه هم اللي بيرقصوا ويطبلوا ويغنوا اي كلام فاضي. فخلى ما هو اصل الاعلام ده هو احد المنابر التربويه. ما هو الحاجه دي انا بقى ببصل كده المنظور اللي هو بتاع المحتويات الهابطه اللي بيقدمه الشباب ده، انا من وجهه نظري انا ان انا شايفه ان ده دور اسره ودور مجتمع. حضرتك بتتكلم اعلام، دور اعلام، دور مدرس في المدرسه، دور مدرس في الحضانه، دور دكتور في الجامعه، فين دور الاسره؟ دور اسره برضو. ما دور انا عملت الاسره في الامبريلا الاول الكبيره، المظله الكبيره، عشان انزل بقى لتحت. طيب انا بقى كاسره شايفه ان كل المؤثرات الخارجيه ضدي، ما في مؤثرات خارجيه ومؤثرات داخليه، فكل تمام. المؤثرات الخارجيه ضدي وضد مبادئي وضد تربيه الابني. اللي بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما اسره محافظه على قيمها، عارفه هي بتربي ازاي، بتفتح الباب بس ما بتفتحوش قوي وما بتقفلوش قوي، محاربه، يا اما اسره رفيع او يساري. ده احنا بنشوف اسر يا دكتور، بنشوف اسر على اليوتيوب وعلى التيك توك اللي ده هم الانحدار، بينزلوا ده اللي انا تحديات ومش بقول عليه، تحديات، يبقى فين دور؟ مش هقول، طب هقول لهم دور مين بقى هنا؟ ده اللي انا بقول عليه بقى، ان الاسره بتنجرف للولد الولد بيقوله لها، وعادي يا ماما مفيش مشكله، والبنت لا يا ماما عادي يا ماما، اصل ما حدش بيشوفني غير صاحباتي يا ماما، مش وكلام كده، وانا ببقى عارفه انه مش كل الحقيقه، وابتدي اسلم سنه بسنه. وبعدين لما اشوف ان بقت شغلانه اقول ايه يعني، ما هي شغلانه محترمه، ايه يعني لما تسيب شعرها، ايه يعني لما تطلع مش عارف بكات، هوب بنلاقي الدنيا بقت خربت. انا كان عندي ولد وبنت بيعملوا يوتيوب، يعني محتوى يوتيوب، وكانوا بيستخدموا عربيتي او عندي في المكتب، يعني كنت بقدر اساعدهم الى حد كبير، كانوا المفروض ان هم بيقدموا حاجات هادفه، الا انهم انحدروا جدا، واكتشفت ان البنت بعد ما كانت محجبه بقت بالبكيني، والولد عادي جدا انه يطلع مراته او مامته في وضع معين مش فارق معاه. وطبعا هو حصل فلوس كتيره جدا جدا جدا، لكن على المستوى الاخلاقي لو احنا بقى كمجتمع رفضنا ده، لو احنا طبعا كمجتمع نمنا زي ما احنا نايمين والاسره رفضت ده، الموضوع ده هيتحل. ما هو يبقى المفروض ان بيبقى بقى هنا النقطه فين؟ المفروض ان يبقى في رقابه على الحاجات دي، على اللي هي الابلكيشن ده مثلا تيك توك الحاجات دي، ولا كون الاسره؟ لا من الاسره. هي بقى هنا ده الدور الاساسي. انا بقى في ظل غياب المجتمع وفي ظل ان في قوانين بتسمح لليوتيوبرز او صناع المحتوى ان هم يقدموا اي حاجه تحت دائره القانون ما عداش بيها القانون، هنا بقى بنقف عند المستوى الاخلاقي والقيمي. ده دور مين بقى وده واجب مين؟ زي ما حضرتك قلتي الاسره. واجب الاسره. الاسره 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 ليه؟ هم 7 مكونات هم بناء شخصيه الفرد: الاعلام، التعليم، الدين، الأصدقاء، البيئة، الأحداث الخاصة، والأسرة. الأسرة هي المسؤولة عن ال6 حاجات التانية. لأن أنت كأسرة، على فكرة أنا يعني ما أقدرش إن أنا ما أوجهش اللوم للأمهات دلوقتي، حيلي أنت تقدري تبقي وزيرة إعلام في بيتك. يعني كل أم تقدر تبقى وزيرة إعلام في بيتها. زمان إحنا كان عندنا 3 4 قنوات و7 قنوات، ولما طلع كام قناة كده بس خاصة. زمان كان في حاجة غايبة عننا دلوقتي اللي هي لغة الحوار.
زمان ما كان يعني زمان كنا احنا في كان لغايه في حوار، لغة حوار. كانت الام او الاب عاملين احتواء لاولادهم واطفالهم، كان في دفء اسري، انما احنا دلوقتي بنعاني من الحاجه دي. بس ده سببه زي ما حضرتك قلت الاسره، ان انا ما عملتش ده من الاول. يعني كل اب وكل ام، هل حددت اوقات معينه تقعدها مع ابنك كل فتره او بنتك كل فتره؟ هل حددت قنوات معينه تنزل وقنوات ما تنزلش اصلا على الريسيفر، فبالتالي الولد مش عارف يتفرج عليها؟ هو ايه اللي بيحصل؟ الولد اللي طلع صغير ده بيتفرج على انهي قنوات؟ احنا بنتكلم على كده، ان مش بس مثلا المحتوى اللي بيتقدم في اليوتيوب مثلا او على التيك توك، مش بس بيشوفوا مثلا حد بالغ او حاجه زي كده، في اطفال بتتفرج على الحاجات دي حلو، وفي اطفال بتعمل الحاجات دي. بتعمله وتقلده. وعلى فكره الام من غير ما تاخد بالها، يا حبيبي ما شاء الله عليك، وهو بيعمل حاجه غلط، هو بيعك. يعني لما يطلع ولد 3 سنين ويعمل حركات مش عارف مين من الناس ولا بتاع، ما هو الام هنا يعني يا اما تقول له ولد كده عيب وتعالى يا حبيبي وتربي في الطريق الصح، يا اما تبقى فرحانه وتقعد تسقف له ان ابنها كبر. طب ما هو هيكبر على ده، ما هو هو شاف ده خلاص. من قنوات اليوتيوب دي ثقافة مجتمع؟ انا مش عايز اقول كده، لان يعني لو قسنا المجتمع بظاهره، هي ثقافه مجتمع، لكن لو قسناها عددي، دايما احنا بنقول ان الفئه دي لا تتعدى 5% من مفردات الشعب المصري. يعني هي لا تتعدى 5 مليون شاب هم اللي بيتابعوا، او 6 مليون هم اللي بيتابعوا الحركه على السوشيال ميديا كلها، بيتعمل لهم روتيشن هم كجمهور. وهم على فكره الشركات المسؤوله عن ده عارفه ده. انا هفاجئك بحاجه يا استاذ جهاد، اتفضل. ان هما الشركات دي مقدمه لنا الانترنت ببلاش. يعني الباقه ب 140 جنيه و240 جنيه، دي كده ببلاش. يعني رحت امريكا واوروبا هتلاقي النت غالي جدا جدا جدا. في الدول العربيه بيتقدم ببلاش، تمن ولادنا هم التمن، هم عايزين ده، قاصدين ده، هم عشان يهدوا بس برضو لو نرجع نقول ان التنشئة الاجتماعية الغلط هي السبب في كده برضو. ما انا معاكي، وان الاسره ليها دور مش هنقدر ننكره. انا بس بفرد كل الاحداث عشان نقدر نحدد ايه هو دور الاسره. دور الاسره انها تحارب. معانا علي طيب من اسيوط، ناخد اتصال كده. معانا استاذ علي من اسيوط، اهلا وسهلا بيك يا استاذ علي. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. انا عندي ابني ياسين، يعني تنده عليه مره واثنين وثلاثه عشان يرد عليك صعب. الله طيب يخليك. نجاوب دلوقتي ولا بعد الانقطاع؟ لا، في عند حضرتك اي اسئله تانية؟ طيب لا شكرا يا فندم، شكرا. شكرا يا فندم، هنجاوب حضرتك يا استاذ علي. هو بس كنت عايز اعرف هو بيبقى مشغول في ايه ابنه، يعني علي ابن الاستاذ علي. لكن في المطلق يا استاذ علي ما تعودوش على كده، لا هاته وخليه يعني يبقى عارف ان انت بتنده عليه. طيب ما ردش مره اتنين تلاته، روح له وهزه كده قول له فيك ايه؟ ايه اللي معطلك عن انك ترد؟ في المقابل علمه مره، لما يجي يقول لك بابا 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 اقعد فتره ما تردش عليه. وبعد كده علمه، بعد ما تعلمه ابتدي عاقب. عاقب ازاي بقى؟ مش هضرب، لا، ان انا اخصمه مثلا يوم، احرمه مثلا من انه يقعد معايا ساعه، بس ده لو انا عامل جو بيسمح بان بعدي عن الولد او خصام الولد عني يبقى عقاب. لكن انا ممكن عادي ما كده كده ما بكلموش، ايه يعني وخصمني ولا فارق معايا؟ بقول لك بابا مره ولا اتنين في اليوم بناقص. فانت لو انت عامل استراتيجي كده ان هو تقعد معاه فتره معينه، تلعب معاه فتره معينه، وتيجي تعاقبه فتحرمه من ده، اي سلوك سلبي عند الطفل هيتعدل في الاطار ده. تمام. طيب انا كنت عايزه حضرتك برضو عشان محدش يقول لا ده انتوا جايين على بتوع التيك توك والكلام ده، احنا عارفين ان زي ما في ناس بتقدم محتويات هابطه، في ناس برضو بتقدم صحيح محتويات كويسه صحيح. وفيها رساله برضو كويسه للجمهور، في ناس بتحترم ان في اطفال بتتفرج، في بنات بتتفرج، في ناس بتحترم المحتوى بتاعها عشان كده. فانا عايزه حضرتك بس توجه لنا نصايح للاب وللام، وتوجه نصايح للناس اللي عندها، في ناس اكيد بتشوف بتقلد، يعني انا شفت محتوى، لا يا عم ده بيجيب فلوس طب انا هعمل زيه. يعني في ناس بتجري ورا الحاجه دي. عايزه حضرتك تقدم نصيحه للناس دي، وتقدم نصيحه برضو للناس التانية اللي هي ماشيه على النمط الكويس. هو بدايه نبتدي من اللي حضرتك قلتيه، ان في ناس تقدم ايجابي وسلبي. انا قلت في اول الامر ان كل شيء سالبه سلب وايجابه ايجاب ايجاب، فبالتالي في كمان اشخاص بتقدم محتوى ايجابي مش كتير، بس موجودين، ما عندهمش فولورز كتير وما عندهمش مشاهدات كتيرة، بس لازالوا موجودين ولازالوا على الساحة. أنا زي ما قلت من شوية، الحق نفسك، ربنا هيحاسبك يوم القيامة، ابنك وبنتك هيحاسبوك لما تكبر. قدمت لنا إيه؟ إيه هي الثروة اللي أنت تركتها؟ إيه هي مجموعة القيم والمبادئ اللي أنت أرستها في بني جيلك أو الأجيال اللي بعد منك؟ وخلي بالك إن أنت بتأثر فيه، يعني أنت بتبقى عميل للشيطان.
الشيطان بيوسوس له باشياء، وانت نفس القصه، انت كمان نفس القصه، لما تقول لهم تعالوا وهتعملوا كذا وتقدموا محتوى مش عارف ايه وتعملوا ايه وتكسبوا ايه وتروحوا ايه، طب انت كده بتسرق على فكره، انت ما فرقتش عن النصاب بحاجه، يعني انت كده كده انت بتنصب على الـ بتنصب على المشاهدين بتوعك، بتنصب على الفولورز بتوعك، بتنصب على اليوزرز اللي بيخشوا عندك، بانك بتقدم لهم حاجه مش منطقيه، مش هي دي اللي دفعنا فيها الفلوس. هو بيخش مثلا مشاهداته في اليوم ب2 ب3 جنيه، كلام فاضي، لكن هو داخل ليه؟ مفترض علشان يستفيد، لان الانترنت ده عموما في المطلق هو احد الادوات التعليميه واحد الادوات التربويه. فلو احنا رجعنا، هل انت بتستخدم السلاح ده والاداه دي عشان خاطر تقدم الهدف ده؟ يعني هل انت بتقدم قيمه هو يربي او يعدل سلوك او كذا او كذا او كذا؟ لو الاجابه هحييك زي ما قلنا، وكلنا هنقف وراك وهدعمك. وفي اشخاص كده، يعني في اشخاص انا بدور عليهم وابعت لهم مسج، يعني ام سبورتنج يو وانتوا على الطريق الصحيح، اتفضلوا كملوا واحنا معاكم. لكن في اشخاص تانية انا يعني بالمناسبه ما بحبش استضيفهم عندي في البرنامج بتاعي، ما بحبش اقعد معاهم، ما بحبش ان انا اتكلم عنهم كتير اصلا. يعني انا زعلان ان انا بتكلم عنهم دلوقتي، لكن انا بقول لك الحق نفسك، اعمل محتوى ايجابي، اعمل محتوى محترم. يعني ايه انت قاعد في العربيه وقالت لك وقلت لها وايه الكلام ده؟ يعني هل بتقدم قيمه؟ طيب لو بتقدم قيمه انا اوكي، يلا نشوفها، والله نبرز القيمه دي. لكن تيك توك معظمه اغاني او افيهات معينه هم بيقلدوها، فبالتالي مفيش حاجه ايجابيه بتنزل على الشاشه او على الشاشه المصغره بقى اللي هي الموبايل عشان اقدر ان انا استفيد منها. لو انت بتقدم لي محتوى مثلا تعليمي، محتوى مثلا في تنافسي، محتوى مثلا في قيم، في حكمه، في موعظه، اوكي هسمعك. غير كده هبقى انا بهزر وانت بتنصب عليا. طيب عايزين نسال سؤال هنا، ازاي الاب والام ياخدوا بالهم ويتابعوا من ابنائهم مثلا ويتابعوهم بشكل صحيح؟ ده هيفتح لنا مجالات كتيره جدا. السؤال اللي معايا، بياكلوا ويشربوا ويناموا معايا، هل موجودين في حياتي؟ يعني انت في الاصل هل موجوده في حياه ابنك من اول ما دخل كي جي 1 حد ما دخل تانية وتالتة ورابعة ابتدائي؟ تعالى حبيبي خدت ايه النهاردة؟ اصحابك مين؟ لعبت مع مين؟ يلا نعمل مسابقة سوا، يلا نعمل هوم ورك سوا. فانا بقيت في بيني وبينه جسر تواصل، بالتالي هقدر اكمل معاه. هو ماسك الموبايل، انا بتابع هو ماسك ايه، بيعمل ايه، بكبر معاه سنة في سنة. انما للأسف يا استاذة جهاد اللي بيحصل العكس، ان الام بترجع من شغلها او تصحى عايزه تقضي مصالح البيت، فبترمي الولد تعمل له ايه؟ تديله التليفون ويلا عشان تريح دماغها. وعيش بقى. ده مش بقى بيعمل له تلوث اخلاقي، ده كمان اساتذتنا بتوع التربيه الخاصه قالوا انه ممكن يسبب حاجه اسمها اوتيزم، بس من نوع معين، يعني توحد من نوع معين، بيعمل له توحد مع الاجهزه الالكترونيه. واحنا كنا عملنا فقره او حلقه نتكلم على الارهاب الالكتروني. الارهاب الالكتروني ده حضرتك اللي بتتكلم عنه، اللي بيحصل فينا ده اسمه ارهاب الكتروني. انا عمال الاقي من هنا ومن هنا ومن هنا. فدور الام بقى والاب هنا ايه؟ ان انا اتفرج معاه على فيديو، الله حلو يا حبيبي، بقول لك ما تيجي نشوف مثلا فيديو تعليمي، فنشوف مثلا حاجه. حتى الاطفال برضه يا دكتور، يعني الاطفال في نازله ليها فيديوهات، يعني انا بنتي حتى الحاجات اللي بيعملوها ساعات بيعملوها كده برضه بطريقه بتعلم اولادنا سلوكيات غلط. طبعا يعني في برضه، انا مش هلوم برضه، مش هقول همسك جانب التيك توك بس، لا همسك جانب برضه ان في حاجات زي كده، برامج كده بتنزل للاطفال بتبقى اصلا غلط، وافلام كرتون كامله غلط، اللي هي بتتعامل يعني بتعلمه العنف، بتعلمه ان هو يبقى عدواني، لا انت زميلتك ضرب تاخد حقك، لا ما ينفعش. ففي سلوكيات كده بتتعامل غلط، وفي ناس تقول لك لا طب انا هعمل كده، يعني مثلا شباب زي انا بعمل كده عشان طب اكسب فلوس من ايه؟ خاصه دلوقتي الظروف يعني زي ما احنا شايفين كده غالبية الشباب قاعد، وفي محتويات تاني اللي هي مثلا تحديات، دي اللي بتكلم عنها، دي اللي انا عايزة حضرتك توجه نصيحة ليها، دي اسر كاملة تعمل تحديات الاكل ومش عارف ايه، في ناس مش مقدرة تجيب الاكل ده، انت كده بتعمل يعني حالة نفسية لناس مش فجوة قادرة. فجوة مجتمعية. بالظبط، تعمل فجوة مجتمعية، في ناس مش بتقدر تجيب الاكل ده، فانت كده مش بتعمل تحدي، ان انت لا انت عامله بسبب هزار وضحك وتكسب فلوس وبتاع، لكن انت مش مراعي شعور الناس اللي بتتفرج. من اسبوعين مازن قال لي، مازن ابني قال لي ايه؟ قال لي يا بابا انا حاسس ان خلال سنتين ثلاثة كل مصر هتقدم محتوى، كل مصر هتبتدي تشتغل على يوتيوب وسوشيال ميديا وتيك توك. ليه يا حبيبي تقول كده؟ لانها سهله وانا قاعده في البيت وبقدم حاجه سهله جدا وبرقص وبضحك وبكسب فلوس وباخد شهره. قلت له لا ده مش هيحصل ابدا، ده مستحيل يحصل، لان في ناس كتيره جدا جدا عندها قيم وعندها كذا وعندها كذا.
لما جه يطلب مني ان هو يعمل فيديوهات او يقدم محتوى، قلت له اه على راسي، بس تعالى نختار الموضوعات اللي نقدم فيها المحتوى. تعالى نختار نقدم محتوى تعليمي، محتوى هادف، مش حدش هيشوفنا. قلت له مش مهم، المهم ان المية ولا الالف ولا العشر تلاف اللي يشوفوك يقولوا الله شكرا. انما انت فلوس اه زي القرد اللي في الشارع، انا اسف انا مضطر اقولها لك، انت عرجوز حقيقي، انت ما بتقدمش حاجه، انت ما بتقدمش فن، انت بتطلع تتنطط زي الاراجوز، مش لاقي تفسير تاني، اعذرني انا اسف مش لاقي تفسير تاني، بتطلع تتنطط زي الاراجوز عشان يدولك فلوس اللي هي مشاهدات، لايكات بقى وسبسكرايب ومش عارف ايه، هي دي النقطه بتاعتك زي ما بنقول. تخيل اخيرا انت يا دكتور، وضعك عامل طيب ازاي؟ عايز اسال حضرتك سؤال. بالنسبه في ناس بتعمل، هي بتخوف اولادها، بنتها او ابنها بتخوف عشان تجيب مشاهدات عليه، بحكم ان حضرتك خبير تعديل سلوك، ده نسميه ايه، مريض نفسي ولا نسميه ايه؟ طبعا هو مريض نفسي، طبعا هو مريض نفسي بقى، مرضه مرض الفلوس. طب علاجه ايه بقى ده؟ ده كان ولد جعان، ولا لازم يطلع على طبيب نفسي يعني، ما كان ولد جعان وفجأة لقى فلوس كتير وسفر وما عندوش مشكلة بقى انه يقلع ويقلع مراته ويستخدم بنته ويستخدم كذا وكذا وكذا، ربنا يحفظنا. ده عنده مشكلة، ده لو في مجتمع يعني، يمكن حتى انا شفت موقف زي كده تقريبا يعني اليومين اللي فاتوا، لكن ده لو في مجتمع زي اوروبا ولا امريكا ده هيتسجن فورا، مفيش كلام، لان انت بتستخدم الطفل في شيء في غير محله، فدي مصيبه سودة. اصل الفكره في ايه يا استاذه جهاد؟ هو انا شغال ايه؟ انا شغال شغلانه شريفه ولا شغال لو شغال شغلانه محترمه هبتدي بقى احافظ على القيم في كل الجوانب العمل بتاعتي، لكن انا شغال شغلانه مش شريفه فمش تفرق معايا بقى. يعني هو نسال حرامي انت تسرق مين؟ يعني بقول له ما تسرقش ده واسرق ده، خلاص هو كده كده حرامي فمش هيفرق معاه هيسرق مين. لكن انا لو هو شغال انسان، لو طبيب مثلا، فنقول له انت طبيب، لا لازم تبقى عارف انك تقدم العلاج المناسب، لا خلاص هو عنده رساله من ده. هو مدرس لازم تقدم حاجه كويسه لازم، لكن في مدرس على فكره باع قيمه وباع مبادئه بقى خلاص تاجر، فمش هيفرق معانا هو بيعمل ايه. فالانسان اللي زي ده مريض نفسي، انا اسف انت مش مريض نفسي، انت عندك مشكله في الفكر، عندك مشكله في موقف معين، لو سمحت اقعد افكر، اقعد مع باباك، اقعد مع مامتك، اقعد مع حد كبير، اقعد حتى مع نفسك وعيد حساباتك من اول وجديد. ايه اللي انا عملته خلال الفتره اللي فاتت دي؟ عملت فلوس 100,000 50,000 مليون ماشي على راسي، هل انا عملت حاجه تفيدني في ديني ودنياي ولا لا؟ اذا كانت الاجابه اه زي ما بقول كمل، هي دي المشكله. فانا رسالتي ليهم لو سمحتوا راجعوا حساباتكم. في النهايه بشكر حضرتك، نورتنا النهارده، وان شاء الله يتجدد اللقاء ونتكلم في مواضيع تانية ان شاء الله باذن الله. يشرفني جدا، شكرا. وبكده مشاهدينا ننتهي حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده يوم الاثنين الساعه 7 ساعه مع جهاد.